في وسط الخرطوم وبعيداً عن صوت السياسة العالي، يعلو صوت آخر له سحره وتأثيره على مزاج أصحاب الذوق الرفيع. بيت العود يفتتح مقراً له في الخرطوم بعد القاهرة والإسكندرية وأبوظبي وبغداد. أما اختلافه عن البقية يحدثنا عنه صاحب الفكرة نصير شمة. الاختلاف سيكون بتعزيز الهوية السودانية اللي موجودة بالسلالم الموسيقية الشهيرة في السودان، في الإيقاعات المختلفة. المنهاج اللي سيدرس هنا سيشبه مناهج بيت العود الأخرى الأربعة، لكن سيضاف له منهج جديد مكتوب خصيصا للسلم السوداني الخماسي. بيت العود في الخرطوم بخصوصيته التي اكتسبها من المنهج الذي يمزج بين السلم الخماسي والأسلوب الشرقي سيؤسس لتجربة رائدة في المنطقة بحسب البعض. حيكون عندنا منهج الخاص للموسيقى السودانية لمدرسة السودانية للعود، حتدرس يصبح أي عازف أو أي دارس أو أي محب لهذه الآلة يمتلك كل الخبرات وكل التكنيكس والإمكانيات اللي بتأهله أنه يصبح عازف عود سوليست، اللي بتأهله أنه يدرس هذه المدرسة السودانية العريقة. أهمية بيت العود في السودان حيكون مركز للخماسي في العالم، وأنا أتوقع أنه يجوا طلبة من تشاد ومن موريتانيا ومن الصومال ومن الهند، وحنسمع ألحان جديدة، حنسمع تكنيك جديد في عزف العود. بافتتاح بيت العود ستشهد ليالي الخرطوم ألحاناً تتدفق وتعيد مزاج الزائقة إلى عهد غاب بفعل السياسة. لصباح العربية محمد عثمان، الخرطوم.